أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل كان مشركو قريش مشركين بتوحيد الربوبية؟ لا، المشهور عنهم أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، قد ذكر الله ذلك في القرآن: ومن يرزقكم من السماء والأرض، من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. سيقولون الله جلاله، يعترفون بهذا، لكنهم ينكرون توحيد الألوهية، يريدون أن العبادة تكون مشتركة بين الله وبين غيره. نعم.